شيء آخر أيضا أريد أن أقوله لكم، أرجو أن لا يثنيكم ويدعوكم إلى التقاعس عن حضور مثل هذه المجالس ما يمكن أن تجدوه من قلة العدد. العبرة أيها الإخوة، أقولها لكم، العبرة لم تكن في يوم ما بالكم بالنسبة لهذه المجالس، وإنما العبرة فيها بالكيف، يعني العبرة فيها ليس بالعدد وإنما العبرة فيها بالنوع. وأنا عندما أجد أن العدد قد تقلص وتناقص وأنظر إلى الوجوه الثابتة في هذه المجالس، أقولها لكم ولا أبالغ، أصبح أكثر تعلقا بهذه الدروس، أكثر تعلقا بها، لأنني أعلم أن السر في هؤلاء في هذا الكم، ليس في هذا الكم عفوا، في هذا النوع، نعم. وكان في الصالحين من إذا وجد حلقته فاضت بالكثرة الكافرة يغيب عن الدرس، نعم، ولا يطيب له أن يجلس إلا مع القلة التي يطمئن إليها، نعم. ففي بعض الناس ممكن يعني بيصير معه العدوى لما بيشوفوا أنه العدد صار والله قليل وكذا، فبيصير هو بقى بيتقاعس في الناس من يشدهم إلى الدروس كثرتها. لما بيكون جمهور كبير بيصير هو بيحضر رغبة في هذا الجو، نعم، الممتلئ الفياض. لا، مو هيك نحن لازم نعمل، لازم نلحق السر، والسر ليس كامنا كما قلت لكم في العدد، السر كامن في النوع. ربما عشرة أشخاص، هؤلاء العشرة يقومون مقام امتلاء هذا المسجد بكامله، وصدق من قال واحد كألف وألف كأف، نعم.